مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد عبر سبورت سكرين واستعراضنا الأسبوعي لأبرز وأهم وآخر الأخبار الرياضية على الساحة المحلية. عدد من الحوارات والأخبار في كل ما يتعلق بالشأن المحلي، الدوري الممتاز، منتخبنا الوطني، وأيضا نبدأ في هذه الحلقة جولتنا المعتادة في أخبار الولايات المختلفة بعد الطلب الكثير من الإخوة الأعزاء في الولايات بتغطية أخبارهم ونشاطاتهم بكل تأكيد. نسعد كثيرا ودائما بمتابعتكم لنا عبر شاشة قناة البلد وسبورت سكرين، ودعونا نبدأ معكم هذه الحلقة بالأخبار. البداية بأخبار الاتحاد السوداني لكرة القدم، حيث تعقد اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد العام اجتماعها الدوري رقم 12 ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد الكائن بالخرطوم 2، ويترأس الاجتماع الأستاذ طارق عطا صالح نائب الاتحاد السوداني لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات، وسيتم النظر في عدد من الأجندة المدرجة على طاولة اللجنة، ومن بينها برمجة المراحل المتبقية من المنافسات القومية، والنظر في تقارير حكام ومراقبي المباريات التي جرت مؤخرا بالتنافس القومي، والنظر في أي شكاوى وردت عقبها. أعلنت لجنة المنتخبات الوطنية عن قائمة تضم 34 لاعبا لمنتخبنا الوطني الرديف، وجاءت هذه القائمة من 10 أندية بالدوري الممتاز، حيث نال نادي الهلال وود نوباوي نصيب الأسد بواقع 6 لاعبين من كل فريق مقابل 5 لاعبين من حي العرب بورسودان. وأدى المنتخب أول مران له صباح اليوم على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم تحت إشراف المدرب الوطني الكابتن محمد عبد الله مازدا، وجاءت القائمة كالآتي: ولا الدين موسى، صلاح إبراهيم ومصعب كردمان من الأهلي شندي، عيد مقدم، محمد النور أبوجا، إسحاق آدم، حسن خميس ومبارك عبد الله من الهلال العاصمي، محمد عبد الله ومحمد عبد الصمد من الخرطوم الوطني، عبد الله يعقوب، نجم الدين سانتينو، شهاب صديق، أحمد حسن فضل، نجم الدين مجدي، مؤيد موسى من ود نوباوي، شيخ الدين محمد، علي عبد الله ومصطفى رمضان من حي الوادي نيالة، رافت محمد، صابر بشير، محمد عباس نمر ونجم الدين عبد الرحيم من الأهلي الخرطوم، محمد عباس، أحمد عبد المنعم، عمار كنو من المريخ العاصمي، ميسر عبد العزيز، رمزي عبد الله، مؤمن عصام، جبريل أو جبريل كوكو، عثمان الفاضل من حي العرب بورسودان، أحمد سليمان، عبد العزيز كندة من الهلال الأبيض، وزاهر توتو من الشرطة القضاري. فالمنتخب الرديف سيشارك في بطولة التضامن الإسلامي بتركيا خلال شهر أغسطس المقبل. إلى أخبار أندية الدوري الممتاز، حيث تم تكوين لجنة تنفيذية مؤقتة لتجمع اللاعبين القدامى بنادي الهلال العاصمي بقيادة الكابتن علي جاجارين رئيسا، الكابتن شوقي عبد العزيز أمينا عاما، والكابتن أحمد دولة أمينا للمال، وعضوية كل من مصطفى بريمة، صديق الرميلة، السادة، مصطفى فريني، مزمل دفع الله، نبيل الطيب، شيخ إدريس بركات، وبدر الدين تينجا. تحدث كابتن منتخبنا الوطني محمد عبد الرحمن الغربال خلال الحصة التدريبية الأولى التي أجراها المنتخب الوطني خلال تجمعه شاكن الاتحاد العام على الاهتمام الكبير والمتعاظم الذي دلل عليه حضور قيادته، في مقدمتهم الدكتور معتصم جعفر سر الختم رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، وذلك للشد من أزر نجوم المنتخب في مرانهم الأول. وقال محمد عبد الرحمن أنهم كلاعبين كلهم عزيمة من أجل رفع اسم السودان عاليا في المحافل في الإفريقية القادمة، وسيعملون على تقديم كل ما لديهم وإنفاذ موجهات الجهاز الفني حتى يتحقق الانتصار تلو الانتصار. إلى أخبار نادي المريخ العاصمي، حيث وعد المدرب التونسي غازي الغرايري المدير الفني الجديد للمريخ بتحقيق أهدافي وطموحات مجلس إدارة النادي وجماهيره. وأشاد الغرايري في مؤتمر صحفي قدمه في نادي المريخ يوم الأحد الماضي بحفاوة الاستقبال، وقال أنها ليست غريبة على نادي كبير كالمريخ الذي يتمتع بسمعة وجماهيرية كبيرة داخل وخارج السودان، وعبر عن تشرفه بالعمل في المريخ، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي سعى فيها المريخ للتعاقد معه، وأن المريخ في العام 2009 قدم له عرضا رسميا للتعاقد، وحينها كان مديرا فنيا للصفاقس التونسي، ولكن
لكن النادي تمسك وقتها باستمراره مع الفريق حتى نهاية عقده. وقال غازي: أشكر مجلس إدارة نادي المريخ على هذه الثقة، أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية التي كلفت بها وأن أحقق للنادي وجماهير الألقاب لأنها ميزة للفرق الكبيرة. فاصل قصير مشاهدينا ومتابعينا، وبعدها نستقبل المدرب القدير الكابتن خالد هيدان المدير الفني لنادي الشرطة القضارف. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تجربة طويلة في ملاعب كرة القدم السودانية للمدرب المغربي المعروف الكابتن خالد هيدان، هذه التجربة ذهبت به إلى المملكة العربية السعودية أيضا مع طاقم تدريب سوداني في نادي عفيف المعروف، ولكن عودة من جديد للسودان من بوابة الشرطة القضارف. سعداء جدا أن يكون ضيفنا اليوم المدرب المغربي المعروف الكابتن خالد هيدان المدير الفني لنادي الشرطة القضارف. كابتن خالد مرحبا بك وحمد لله على السلامة ومشرفنا منورنا في قناة البلد. الله يسلمك ومرحبا بك أخي محمد الخير ومرحبا بالمشاهدين الكرام، وفعلا سعيد أنني تواجدت معك مرة أخرى يعني هنا في قناة البلد. وإحنا أكثر سعادة بكل تأكيد. طيب كابتن خالد، يعني عودة من جديد للسودان من بوابة الشرطة القضارف، يعني ما الذي دفعك لقبول هذه المهمة؟ والدافع الاول هو يعني اولا يعني مشكورين اداره الجهاز يعني الاداري للشرطه قضارف انهم يعني وضعوا الثقه في خالد هيدان. السبب هو سبب يعني ربما يعني معرفتي بالاجواء يعني السودانيه، وكذلك يعني معرفتي باللاعبين وبال يعني الامور الحاصله في السودان، وبالتالي ممكن انا هذا سهل لي يعني الماموريه. فعلا كان في عروض ثانيه يعني من بلدان ثانيه، لكن كما قلت لك يعني في نهايه موسم او مواسم تقريبا نهايه تقريبا موسم مجموعه من الدول، وبالتالي كان صعب انك تبدا يعني في اي دوله، ففضلت انني يعني ارجع للدوري السوداني عن طريق او عن بوابه الشرطه قضارف. فريق يعني عنده اسم كبير وعنده حظوظ كبيره، فكما قلت يعني الاجواء ومعرفتي بالدوري السوداني خلاني انني ارجع. نعم، كان هناك اكثر من عرض من الانديه السودانيه، يعني مفاوضات الانديه السودانيه مع خالد هيدان لن تتوقف منذ رحيله للسعوديه، ولكن لماذا خيرت الشرطه القضارف تحديدا؟ وفعلا كان في يعني يعني اتصالات يعني مكثفه من مجموعه من الانديه، لكن الفريق الوحيد اللي كان مستمر معي وكان متابع المسيره بتاعي حتى وانا في نادي عفيف هو فريق شرطه قضارف من خلال يعني الاخوه يعني مرتضى وعباس الازرق، فهذو كانوا دائما يعني متواصلين معي وقدموا العرض من يعني من فتره بعيده. بعد ذا كانت في عروض ثانيه من انديه يعني ثانيه. اكيد يعني الانسان لما يقدم على اي مغامره جديده لابد انه يحسب يعني جميع الحسابات، فرايت بان الشرطه قضارف اول حاجه هو تمسكهم بخالد هيدان، وبالتالي هذا حيكون عندي بالنسبه لي دافع انني اشتغل باريحيه اكثر. ثاني حاجه هو ان الشرطه قضارف يعني هو نادي يعني يعني مؤسس بشكل جيد جدا، عنده يعني الاستقرار اداري، استقرار يعني حتى مادي، عنده حتى لاعبين مستوى يعني جيدين جدا، وبالتالي هذا يخليني اشتغل وانا مرتاح اكثر ما انني اخذ مغامره مع فريق يعني ممكن انني ألقى معه بعض الصعوبات اللي أنا أعرفها من قبل. نعم، البداية كانت صعبة أمام الهلال في أول مباراة، يعني هل أشرفت على هذه المباراة بالكامل؟ وكيف كانت هذه البداية بخسارة ثقيلة أمام فريق مثل الهلال مصدر الدوري الحالي؟ هو فعلا يعني أنا شخصيا دائما أعرف أن أخي محمد يعني أنا ما أهرب من أي مسؤولية، فأنا أتحمل يعني المباراة يعني بغض النظر عن الحيتيات أو عن الأجواء اللي تلعبت فيها المباراة. الهزيمة يعني كانت منطقية في ظل الإعداد الضعيف، ظل يعني حتى التحاق اللاعبين يعني بالمعسكر، أضيف إلى ذلك في لاعبين لم يتمرنوا، في لاعبين كانوا متمرنين كان عندهم يعني إرهاق فما قدروا أنهم يجاروا يعني المباراة، ولعبنا في أرضية عشب طبيعي وفي ميدان الهلال اللي هو متمرس في الميدان بتاعه، كانت كل هالظروف كانت يعني في صالح الهلال اكثر من انا في صالح الشرطه قضارف، وشفنا انها تقريبا طيله 42 دقيقه كنا صامدين بطريقه جيده جدا، تلقينا الهدف هو اللي يعني بعثرنا الحسابات بتاعنا، وبعد ذاك بدينا يعني نحس يعني بالارهاق، اضطرينا يعني انا شخصيا اضطريت انني ادخل انني اطلع بعض اللاعبين خوف من الاصابات لان الموسم شاق وعندنا يعني مباريات قويه، فاضطرينا ان نطلع بعض العناصر المهمه اللي تحسبا لا قدر الله تكون في اي اصابه، وبالتالي كانت نتيجة يعني بالنسبه لي انا منطقيه، ممكن تكون هزيمه ب 5-0 يعني هي نعم يعني في عطفا يعني على فارق الاعداد. نعم صعبه نعم. لكن تبقى يعني هي كره القدم، ممكن بكره احنا نفوز بخمسه، ممكن لا قدر الله يكون يعني نعم. وبالتالي فهذه يعني كانت نتيجه عاديه بالنسبه لي. طيب يعني مستوى اللاعبين الان الموجودين في شرطه القضارف، شرطه القضارف معروف عنه انه واحد من اكثر الانديه على مستوى الاستقرار الاداري،
واحد من اكثر الانديه الطموحه الموجوده الان في السودان، وهو ناجح حتى الان في البقاء في الدوري الممتاز منذ صعوده. ولكن يعني من خلال وجودك، يعني ما هي الاهداف التي من المفترض ان يحققها خالد هيدان هذا الموسم؟ هل الشرطه يملك فرصه التنافس على مراكز متقدمه، ام الهدف من وجود خالد هيدان هو ابقاء الشرطه في الدوري الممتاز؟ ومن ناحيه يعني العناصر، هناك عناصر يعني مجربه، وعناصر يعني عندها يعني طموح انها تثبت نفسها في الدوري السوداني، فهذا شيء مفروغ منه. لكن الشرطه قضارف من طيله السنوات الاخيره كان دائما يعاني يعني من سوء النتائج، يعني لاسباب معينه. نعم. ربما يعني في تذبذب في نايف تذبذب، يعني كان في مشاكل في بعض، يعني استغناء عن بعض اللاعبين، بعض المدربين، يعني فكانت هذه الامور هي دائما تخلي شرطه قضارف انه ما يكونش مستقر يعني على النتائج بتاعه. لكن يبقى بان الفريق دائما عنده طموح انه يكون يعني ظاهره في الدوري السوداني، وهو ثباته يعني في الدوري السوداني هذا في حد ذاته هو شيء جيد. لكن ما ينقص شرطه قضارف هو مشروع، يعني مشروع يعني يكون على المدى القصير والبعيد وحتى يعني المتوسط. فالان يعني هو الفريق يعني بدا يفكر بهذه العقليه. يبقى يعني الاهداف بيني وبين الشرطه قضارف هي يعني اهداف فضلت انني تكون يعني في السر بيني وبين يعني شرطه قضارف، من اجل اننا نشتغل باريحيه. لكن يبقى بان الهدف الاول هو يعني القريب هو اننا نطلع من هذه الوضعيه، بعد ذلك ممكن الانسان انه يفكر يعني في القادم. طيب، قرار لعب الدوري الممتاز في الخرطوم، هل هو في مصلحه انديه الولايات؟ قرار التجمع بالنسبه لكم كمدراء فنيين، هل هو افضل من القرار السابق الذي كان يعني تلعب في 4 مدن مختلفه خارج ولايه الخرطوم انديه الدوري الممتاز؟ هو حلاوه كره القدم هو انك تلعب مباراه داخل ميدانك ومباراه خارج ميدانك، من اجل انك تكون مساند يعني بجماهيرك ارضيتك، واضيف الى ذلك حتى الجو. يعني اختلاف المناطق هو اختلاف حتى في الجو، وبالتالي يكون هو عامل ايجابي بالنسبه لاي فريق. التجمع يعني فرضاته يعني ظروف يعني قاهره، نحن نعرف يعني ظروف البلد والظروف يعني اللي يعني الاقتصاديه، وبالتالي الانديه كل ما كان تجمع في مكان واحد ممكن انها تستفيد يعني او يكون صرفها اقل، وبالتالي هذا يعني من هذا الجانب هو ايجابي بالنسبه للانديه. لكن انا اراه بانه هو يعني من اجل المتعه ومن اجل اننا نشوف كره قدم يعني متطوره، صعب جدا انك يعني تقبل انك تجتمع يعني في مدينه واحده، ممكن بين قوسين تكون يعني ما في يعني الروح الرياضيه، لان الانديه اللي في الخرطوم هي المستفيده لانها تلعب امام جماهيرها، رغم ان بنسمع بين قوسين مره ثانيه بان الملاعب يعني مغلقه، ولكن شاهدنا يعني في بعض المباريات في جماهير تدخل يعني تشاهد المباريات، وبالتالي يبقى يعني هي امور ايجابيه وسلبيه، لكن يبقى يعني النظر للظروف من الافضل ان يكون تجمع في الخرطوم. طيب، البرمجه المجزأه ان صح التعبير، يعني لا وجود لبرمجه كامله من بدايه الموسم لنهايه الموسم، الى اي مدى تاثيراتها السلبيه عليكم كمدراء فنيين؟ هو هذه شيء يعني بدينا يعني نتأقلم معه، يعني انا منذ ان التحق بالسودان يعني كنا دائما نعاني من سوء البرمجه، وبالتالي حتى اللاعبين بداوا يتعودوا على هذا الامر. مرات يعني تكون يعني تستعد على 4 يعني ايام 5 ايام من اجل المباراه، في مرات عندك يوم واحد، فهذه البرمجه دي دائما كانت تأثر. فاكيد اكيد يعني ليست في صالح لا اللاعب ولا في صالح يعني كما قلت يعني يعني الدوري السوداني او حتى جوده الدوري السوداني. فاتمنى ان يعني اوكي في ظروف كما قلنا، يعني ظروف اقتصاديه، اضيف الى ذلك حتى الظروف الصحيه اللي كانت واقعه الان، لسه تقريبا معظم الدول عندها هذه المشكله والخلل في انهاء يعني الدوري او في وضع برمجه يعني قاره. لكن اظن بان الاتحاد الحالي اظن بان يعني عنده انه يصحح هذه البرمجه في السنوات القادمه، وتكون هذه بالنسبه لي كاول يعني خطوه او كاول نجاح للاتحاد اللي ممكن انه يعني يعمل برمجه بشكل جيد. نعم، وكان معي دكتور علي محمود مقرر لجنه المسابقات في الحلقه الاسبوع الماضي، وذكر انه المحاولات الان من خلال لجنه المسابقات ان يكون هناك برمجه كامله، خاصه انه الان التزامات فقط للمنتخب الوطني الاول وليس الانديه الافريقيه. اللاعب السوداني، يعني لك تجربة في المملكة العربية السعودية بكل تأكيد، في منشآت أفضل، في بنية تحتية أفضل، في تفاصيل اقتصادية حتى أفضل بالنسبة للاعبين، يعني اللاعب السوداني وما الذي ينقصه؟ هل تغير شيء ما بين تجربتك الأخيرة وتجربتك الحالية؟ هو على المستوى اللاعب
يعني هناك فوارق، يعني كل لاعب يمتاز يعني باشياء، يعني اللاعب السعودي يمتاز باشياء واللاعب السوداني يمتاز باشياء. من الان يعني انا شايف الدوري بانه يعني للاسف يعني ليس بالدوري اللي كنت التحقت به يعني من يعني فتره اللي فاتت، لكن يبقى بان اللاعب السوداني هو لاعب متميز، لاعب مهاري، ممكن حتى بدني هو جيد، لانه نعرف يعني الظروف يعني المناخ والظروف حتى في البلد هي تخلي دائما اللاعب انه يعني من الناحيه البدنيه هو قوي، ممكن ما عنده نفس طويل من اجل يعني اكمال المباريات، لكن هو قوي يعني قليل الاصابات ايضا. فهذه الامور هذه كلها يعني تميز اللاعب السوداني، لكن يبقى بان اللاعب السوداني محتاج انه يعني يكون عنده تكوين منذ الصغر، محتاج ان اللاعب السوداني يعني يكون عنده اكبر اهتمام، يعني اكثر اهتمام من اجل انه يعني يعطي. والدليل هو ان لو لاحظت اللاعبين السودانيين اللي تربوا في دول ثانيه او لعبوا في دوريات ثانيه هما يعني متصدرين هدافين، احسن مدافعين او احسن صحيح. يعني لاعبين وسط ميدان، وبالتالي في مهارات في فنيات عند اللاعب السوداني ما محتاج الا انه يتم يعني الاهتمام بها من الفئات الصغرى، وهذا موضوع يعني كنا تكلمنا فيه طيب كثير. فتره التوقف الان الى اي مدى يعني مساعده لكم في الشرطه القضارف من اجل ترتيب الاوضاع حتى تكون الانطلاق اعتبارا من الاسبوع الثالث للدوره الثانيه افضل مما كانت عليه؟ فعلا احنا يعني محظوظين بهذا التوقيف، يعني التوقف لانه هو يعني يدينا فرصه اننا نعمل برنامج يعني جديد. فعلا بدينا البرنامج بتاعنا من تقريبا من يوم الاحد، فعلى فترتين صباح ومساء، حتى تكون هناك يعني مجموعه من المباريات الوديه، احتمال بين قوسين احتمال ان تكون يعني مباراه بتاع الكاس في القضارف، فهذه كل هذه الامور هذه تكون ان شاء الله في صالحنا، بشرط ان شاء الله انه يكون يعني تجاوب من خلال يعني التدريب لدى اللاعبين ويعني انضباطهم. فلو مشينا بالخطه اللي احنا يعني رسمناها ممكن ان شاء الله النتائج انها تتحسن للشرطه القضارف ان شاء الله، هذا ما نتمناه بكل تاكيد. الشرطه القضارف احد من الانديه الجميله جدا في الدوري الممتاز. طيب كابتن خالد، يعني انت عشت في السودان، دربت في السودان، عاشق للسودان، احنا اصدقائك من السودان، يعني نعتبرك مغربي سوداني بكل تاكيد، يعني ممكن قبيله المغاربه قبيله كبيره جدا في السودان ولهم التحيه بكل تاكيد، وخالد بقى يعني مغربي سوداني ويعشق السودان، كده واحد من الاسباب اللي بتخليه دائما يفضل يعني انديه سودانيه على عروض تاتيه، وانا قريب من كابتن خالد واعلم تماما حجم العروض اللي بتجيه. طيب كابتن خالد، يعني تابعت هلال المريخ في البطوله الافريقيه، اسباب خروج الهلال والمريخ من دوري المجموعات للبطوله الافريقيه؟ هو الأول حاجة هو الوصول المريخ والهلال دوري المجموعات، هذا في حد ذاته شيء جيد يعني للأمانة في ظل الظروف اللي مر بها يعني الفريقين معا. ربما مستواهم أو تواجدهم في نفس المجموعة خلاهم أنهم يعني يكون في ندية، كان خصما عليهم، نعم كان خصم، وللأسف خلينا نكون واقعيين، يعني لو أي اثنين أندية مهما الوداد ولا الرجاء في نفس المجموعة أكيد يعني أوكي حتكون في ندية، حتكون في منافسة بين الفريقين، لكن بيكون هناك تعاون في مجالات كثيرة، وحنا شفنا يعني المريخ كان محتاج للملعب، الهلال كان محتاج أنه يعني كان الهلال في لحظة من اللحظات فكر حيلعب يعني بالرأس، يعني كل هذه الأشياء خلات يعني لهذا التنافس وهذه الحدية دي خلات أن الهلال والمريخ يكون خصم عليهم أكثر من أنه يكون يعني شيء إيجابي لهم. لكن المستوى الفني فعلا المستوى الفني كان للأسف كان ضعيف، يعني لأن شفنا الأهلي في دوري المجموعات لم يكن بالشكل يعني المرعب، حتى صن داونز يعني فوزه على الهلال في السودان كان يعني فوزه كان سهل، خلى ان صن داونز انه يعني يكسب نقاط وفي نفس الوقت يكسب حتى العامل المعنوي اللي خلاه انه يمشي بصوره جيده. فللامانه يعني العرض للمريخ والهلال كان عرض ضعيف في المجموعات، ورغم انهم يعني متوفره لهم ظروف جيده جدا، شفنا المعسكرات، شفنا اوكي ممكن المعسكرات يعني ما كانتش يعني او التمارين او المباريات اللي المفروض انها تكون في المعسكرات المفروض انها تكون اقوى واحسن يعني من اللي شفنا، لكن يبقى بان كانت هناك معسكرات بالنسبه للفريقين معا، لكن المردود لم يكن هناك يعني لا. يعني لم يكن مردود ايجابي بالنسبه طيب اسباب يعني عدم توفر المردود الايجابي، يعني البعض يتحدث عن نهاية الموسم المقلوب في السودان لا يعطي الأندية فرصة أن تبدأ البطولة الإفريقية بشكل جيد، البعض الآخر يتحدث عن الأجهزة الفنية نفسها لم تنجح في التعامل مع هلال المريخ وكانت هي السبب الرئيسي في تذبذب النتائج وخروج الفريقين سويا من دور المجموعات. هو فعلا هو ممكن يكون الأجهزة الفنية، تعامل بعض اللاعبين مع الفترة كان تعامل خطأ، أضيف إلى ذلك الضغط الذي كان يعيشه يعني كل نادي، شفنا يعني كان هجوم قوي جدا على مدرب
الهلال من خلال يعني الصحافه، ولا من خلال نعم بعض يعني المباريات اللي كانت يعني الوديه، ولا حتى بعض يعني المعسكرات. اضيف الى ذلك حتى استقطاب يعني مدرب جديد للمريخ بعد ذاك يعني يعني طب خلينا ناخذها واحده واحده. بدات بجواو موتا مدرب نعم. الهلال، يعني هل ترى في الانتقادات الموجهه لهذا الرجل انتقادات منطقيه؟ البعض يرى بان الرجل حتى الان هو لا يدرك قيمه اللاعبين الموجودين لديه، لا يلعب بالتنظيم المناسب مع امكانيات اللاعبين الفنيه، والبعض الاخر بيرى بانه احسنت لجنه التطبيع بانها صبرت على هذا المدرب رغم الانتقادات، وبدات الان الملامح تظهر في الهلال من خلال انتصارات كبيره وعروض قويه قدمها الهلال مع بدايه الدوره الثانيه. لا انا ما لن اكون متفق معك بالنسبه للعروض الاخيره يعني. نعم. اوكي يعني انت لعبت مع امانديه، انا ما حتقيس يعني الهلال مع شرطه غداري في الظروف اللي عشناها يعني، لو نعم. يعني لولا حتى الامل يعني، الامل عطبرة شفنا يعني ظروفه كيف يعني. صحيح. النتيجه بالنسبه للامل هي نتيجه يعني خادعه بالنسبه للهلال يعني. الامل ممكن لو عمل يعني معسكر جديد ولعب ثاني مباراه، ولا حتى شرطه غداري مع الهلال حتكون مباراه ثانيه. ممكن انا متفق معك بان اللجنه يعني التطبيع بتاع الهلال كان عندها دور كبير جدا ودور ايجابي انه حافظوا على المدرب، لان اي مدرب محتاج استقرار يعني المعنوي والنفسي بالنسبه له هو كمدرب، وهذا بين قوسين اللي حاصل بعد لو تكلمنا على المريخ بالنسبه لابراهيمو والضغط اللي حاصل له. نعم حنجي للمريخ. فالمدرب يعني حس بنفسه انه محمي من خلال يعني الاداره، وبالتالي اشتغل نوعا ما باريحيه، لكن هو كان مهاجم من خلال الصحافه، كان مهاجم من بعض يعني الشخصيات داخل نعم. اللجنه، صحيح. لكن صبرت عليه، ويعني شفنا يعني اللاعبين هو ايضا بدا يحس يعني او بدا يعرف بعض الاخطاء، وبدا يعتمد على بعض اللاعبين نعم. اللي كان عبد الرؤوف فعلا يعني نعم. كعبد الرؤوف، فهذا نعم. هذه الاشياء خلاته يعني حتى اظن لجنه التطبيع لما شافت المدرب انه بدا يفهم وبدا يعرف العقليه بتاع اللاعب السوداني وامكانيات بعض اللاعبين، فاظن بان بداوا يعني يطمنوا المدرب. فلو استمر الهلال بهذه الطريقه ممكن يكون عنده يعني مباريات ممكن يجيب نعم. يعني النتائج الجيدة، لكن يبقى المستوى الفني يعني للهلال هو مستوى للآن، أنا شخصيا بشوف للآن لم يصل إلى المستوى اللي ممكن أنك يعني تطمح أنك ممكن تشيل اللقب، أو نعم. تطمح أنك توصل طيب يعني. أسباب تراجع المستوى الفني من وجهة نظرك؟ البعض يراه بأن التنظيم الذي يصر عليه دائما جواو موتا 4-3-3 يحد نوعا ما من امكانيات اللاعبين، وان كان بدا يغير او بدا يضيف بعض المرونه التكتيكيه الموجوده الان في الهلال. هل المشكله في التنظيم، ولا المشكله في اداره جواو موتا للمباريات، ولا المشكله في اصراره على عناصر بعينه يجب ان تبدا كل المباريات؟ لا هو لو عنده اصرار انه بعض اللاعبين هم اللي يبداوا بغض النظر على امكانياتهم، او بغض النظر على الظروف تاع المباراه، فهذا غلط، لان انت دائما تعتمد خصوصا في الانديه اللي تبحث على الالقاب، دائما تعتمد نعم. على اللاعب الجاهز، وفي نفس الوقت تحاول ما امكن لما تحصل على توليفه معينه انك تحافظ عليها بتمارينها باستشفائها وكل هذا، من اجل انك تحافظ على تناسق او تصاعد الايقاع بهذ اللاعبين وايضا النتائج. لكن ما شفناه هو ان دائما اللاعبين يلعبون، دائما اللاعبين يلعب مباراه مبارتين، يجلس 3-4 مباريات، هذا خلى يعني دائما اللاعبين ما فيش ثقه يعني بالنسبه لهم انه ممكن يلعبوا كل المباريات، وبالتالي مردودهم كان يقل. بالنسبه لخطه طريقه لعب 4-3-3 على حسب امكانيه اللاعبين، فعلا 4-3-3 في تواجد عيد، في تواجد متزمن، في تواجد عبد الرحمن، هي احسن طريقه موفق يعني، هي احسن طريقه ممكن تلعب بها، لكن كان ممكن انك يعني مش تولف يعني، كان ممكن انك تتمرن او تمرن اللاعبين على خطط يعني، لان في طرق يعني ممكن انك تشتغل عليها دفاعيه وهجوميه، لان 4-3-3 من الناحيه الدفاعيه ممكن تحول من 4-4-5-5-1، وبالتالي يعني هنا كتكون يعني عندك نوع من يعني المرونه التكتيكيه اثناء يعني سير المباراه، لهذا ما كنا نفتقده في الهلال. فالهلال لما يبدا 4-3-3 تلقى دائما لعب 4-3-3، ما في تغيير يعني في طريقه اللعب، فهذه الاشياء هي اللي خلات يعني الهلال انه دائما متذبذب في المباريات وفي النتائج بتاعه. طيب يعني نتائج الفريق في الدوري الممتاز الاخير هي من وجهه نظرك نتائج خادعه، علينا ان ننتظر اكثر من جواو موتا فعلا، لان مستوى نعم. الانديه التي تلعب معها هو مستوى يعني يكون يعني في نوع من الاصرار والقوه للاعبي نعم. الخصم، لكن ما بيكون هناك تكتيك، فما ما بتلعب مع فريق يعني ممكن انه تصيد اخطائك، ممكن انه كذاك احتياط مدرب انه يشوف خطاك وين، لان انت تلعب مثلا مع الاهلي ويشوف بانك انت مولف مدافع ايمن، صحيح. فممكن انه يستخر قوته كلها في مدافع ايمن، حتى تغييراته انها تكون في الجهه اليسرى بالنسبه له هو، عشان انه ففي الدوري السوداني لا، في الدوري السوداني يعني بتلقى الفريق يلعب معك
بطريقته هو وباندفاع لاعبي واصرار لاعبي، فما بتكون هناك خطه اكثر من صحيح. هو اندفاع بدني ورغبه في الفوز فقط نعم، يعني. حماس اللاعبين انه يسهروا، بالذات في نعم، مباراة الهلال اللاعب يعتبر فرصة انه يسوق نفسه. وهذا بيخلق صحيح. حتى مشكل بالنسبه للهلال، لانه يعني بيكون نعم. لاعب بتنظيم ويلحق بيلقى فريق يعني عشوائي نوعا ما، عشوائي. وبالتالي نعم. ما بيقدم العرض زي القوي. الجيش النظامي امام حرب نعم، العصابات، بتعب شوي. فعلا، فهنا بيكون شويه صحيح. بتاع نعم. يعني. ولكن انا شو بان انا دائما اقولها يعني، وكنت حصلت لي تجربه مع الخرطوم الوطني، دائما الانديه بتاع الهلال ولا المريخ ولا الانديه اللي تشارك في الكونفدراليه المفروض انها توجه معسكرات الافريقيه، توجه انها تمشي تلعب. صدقني بان انك تلعب مع كامبالا ولا تلعب مع سان داونز يعني ارخص بالنسبه لك يعني من الناحيه الماديه واستفاده اكثر، فانت ما تمشي تلعب مع انديه اللي هي تستفيد منك، تمشي تلعب مع صحيح. انديه درجه ثانيه ولا ثالثه في مصر ولا مع أندية احتراماتي. هواية يا كابتن خالد، نعم، خلي يعني درجة ثانية وثالثة مع اللي كنا احتراماتي بنتفق لهذه عليها. الانديه. صحيح، المريخ لعب مع أندية هواية فعلا للأسف في مصر. فعلا، فانت لو مشيت لجنوب افريقيا هتلقى انديه كبيره تلعب معها، تمشي الكونغو وتمشي لاوغندا، تمشي لشمال افريقيا، معسكرات في المغرب ممكن تلعب مع انديه يعني كبيره جدا، بالتالي هذا المفروض ان هناك التوجه هذا. هذا جزء يعني حاجه من الاخطاء اللي يعني يسقط فيها يعني معظم يعني الانديه اللي تشارك في التدورات الافريقيه. نعمل حلقة عن السر ليه دائما المعسكرات في مصر، ده لا برنامج لوحده. على العموم كابتن خالد، طيب هذا بخصوص الهلال يعني، ولكن بأي شكل من الأشكال الاستقرار الفني هو النقطة التي يصر عليها لجنة التطبيع بالنسبة للمدرب جواو موتا، خاصة مع اقتراب البطولة الإفريقية في أغسطس فعلا. المقبل. طيب بالنسبة للمريخ، يعني لماذا هذا التذبذب في المريخ رغم أنه الكل كان يتحدث أن المريخ سجل عناصر ممتازة جدا، بدايات الفريق كانت جيدة، ولاعبين شباب وفر في كل المراكز، ولكن النتائج حتى الآن في الدوري الممتاز متذبذبة بل غير جيدة وغير مرضية حتى لمجلس إدارة وجماهير المريخ نفسه. هو المريخ فعلا يعني لو تكلمنا عن المريخ يعني ممكن يزعل مني يعني الجماهير الهلالية، لكن المريخ كعناصر يعني من أفضل العناصر فعلا يعني. وجهة نظرك نعم، أكيد هو يعني عناصر داخل. كعناصر كلاعبين من أجود وأحسن اللاعبين، ربما ممكن يكون بدل الهاجس بتاع السن بعض اللاعبين يعني يقلق يعني بعد كابتن يعني خالد، بالنسبة لكم من خلال وجهة نظرك كابتن خالد، نعم، مقارنة بين العناصر الموجودة في المريخ والعناصر الموجودة في الهلال، أنت تعطي الأفضلية للعناصر الموجودة في المريخ. من ناحية بتاع استقرار هاد اللاعبين، لو لاحظت نمر كم يلعب، لو لاحظت رمضان، لو لاحظت الآن حتى الإصابة بتاع تيش ولا الصيني ولا الرشيد ولا ضياء الدين، هادو لاعبين ممكن تقريبا مدة طويلة، بحيث أن لو تشوف الهلال يعني عناصر جديدة، مجرد ان تبدا الانسجام مع بعض بيمشوا ثلاثه اربع خمس لعيبه بيجوا لاعبين جداد. لكن المريخ لا، المريخ استفاد من فتره العقوبه تاع التوقيف يعني من تسجيل لاعبين، في نفس الوقت حافظ على مجموعه من اللاعبين، ممكن ما كان موفق بصوره جيده بجلب بعض المحترفين، لكن المشكل الاداري هو اللي مخلي المريخ انه يعني يعاني في يعني في نتائجه. اضف الى ذلك هو دائما عدم الثقه يعني في ابراهوما، وفي نفس الوقت دائما الضغط على ابراهوما بمدربين اجانب. تصور انت ابراهوما يعني اوكي، بغض النظر ابراهوما يعني جيد او غير جيد، احنا عارفين القيمه بتاع ابراهوما، لكن انت ما في مدرب في العالم هو يشتغل وانت يعني طيله الاسابيع وانت بتتكلم انا حجيب مدرب جديد، يعني انت كمدرب كابراهوما يعني ممكن انا بين قوسين هذا عيبه الوحيد انه بيحب المريخ يعني بصوره صحيح. صوره نعم. كبيره جدا، وبيضحي نعم. بوقته وبيضحي بعمله من اجل انه لان كانت عنده فرص انه ممكن يشتغل في انديه ثانيه، لكن حبه للمريخ بيخليه انه يشتغل في المريخ. عنده عروض خارجيه بالمناسبه، فعلا عنده عروض خارجيه، وممكن حتى بعض يختلف معي في نعم. النقطه يقول لك لا ما في اي حاجه تجبره، لكن في حاجه اسمها يعني صحيح. حب الكيان نعم. وحب للنادي، وبالتالي هما دائما يضغطوا عليه، بالتالي لاحظنا يعني مرات بيحصل له نوع من التوتر، بعض مرات يعني بيكون عنده بعض الاخطاء في التغيير، بعض الاخطاء في ادخال بعض اللاعبين، هذا كنت متاكد الناتج عن الضغط اللي حاصل له هو كمدرب بدكه الاحتياط. لا جمهور يعني مقدر بان هذا يعني بيشتغل من اجل حبه للمريخ، ولا حتى الاداره مقدره هذا الشيء، وبالتالي دائما ضاغطين عليه، هذول اللي مخلي المريخ انه هل يعني ده عيب يكون في عنده. المدرب السوداني وعيب في المدرب العربي بشكل عام، بتلقاه مدير فني ويقبل بعد ذلك انه يكون مدرب مساعد او مدرب عام للخبير الوطني الاجنبي؟ ممكن يكون هذا عيب فعلا، ممكن يكون عيب، لان انت لما تكون انت صاحب القرار ليس وانك انت يعني ممكن تكون مشارك في القرار، وبالتالي يعني هذه ممكن تكون ظاهره سيئه او سلبيه بالنسبه لمجموعه من المدربين، لكن كنت متاكد بان بدات تنقرض يعني ما بقات بشكل يعني قوي يعني
اصبح يعني مجموعه من المدربين عندهم جهاز فني، فكل انتقالهم لاي نادي بياخذ يعني مع الجهاز الفني، وبالتالي ما كناش نشوف يعني مدرب يجي ويلقى مدرب صح. ثاني ويشتغل. صعبه جدا، لان انت محتاج وقت، زي ما انت محتاج انك تفهم لعيبتك، محتاج انك تلعب تفهم حتى عقليه بتاع جهازك الفني. نعم. طيب الآن مع التعاقد مع المدير الفني للتونسي الجديد غازي الغراير، يعني في هذا التوقيت تحديدا وفي ظل مرحلة صعبة للمريخ، المريخ في 3 أسابيع فقد الصدارة وبفارق للهلال، ومع مباراة مؤجلة أيضا للهلال أمام أهلي الخرطوم، لو كسب فيها سيوسع الفارق بشكل كبير جدا، وبالتالي سيزيد من صعوبة فكرة لحاق المريخ بالهلال في صدارة الدوري. يعني غازي الغراير الآن هل الوقت يسعفه؟ هل العناصر الموجودة من الممكن تجعله قادر على إحداث تغيير جذري في شكل المريخ؟ هو على حسب معرفته للاعبين وعلى حسب شخصيته، يعني لو هو عنده شخصية قوية ومغامر ممكن أنه يعني ياخذ على عاتقه بتاعه أنه طريقة لعب يعني تخصه، أو على حسب إمكانية اللاعبين ويغامر بها، ممكن تأتي بالأكل بتاعه. وفي نفس الوقت لو يعرف يعني سلبيات المريخ ممكن أنه يتعامل معها ويصلحها ويمشي يعني بشكل جيد. أضيف إلى ذلك كما قلت لك شخصيته، لو يعني لو هو شخصية قوية جدا فما حيلتفت للصحافة ولا حيلتفت لل يعني للأقاويل بتاع بعض يعني الناس اللي كما نقول يعني بتشوش على النادي، وبالتالي حيشتغل شغل ممكن أنه يمشي احنا عارفين يعني دائما المريخ ممكن في أي لحظة يرجع، ممكن يعني يفوز مباريات ويقرب من الصدارة، لكن يبقى يعني ماذا نريد يعني كمريخ ولا كهلال، ماذا نريد من هذا النادي يعني له مستقبل. فدائما نفس القصه، لو لاحظت نفس القصه، المريخ في الصداره، الهلال الثاني متى حيرجع، الهلال في الصداره، المريخ الثاني متى حيرجع، في حين ان فاقدين العمل على المدى البعيد او على الاقل المدى المتوسط، هو كيف ممكن نصنع فريق اللي ممكن يفوز لنا بألقاب. فالهلال ولا المريخ المفروض انه يتعاملوا مع مباريات في الدوري وكانها مباريات يعني خارجيه مع انديه كبيره، من اجل ان جهز لاعبتك يعني يعني تديهم الشخصيه بتاع الالقاب او الشخصيه بتاع البطل، من اجل انك تلعب على القاب يعني مستقبليه. طيب يعني مباراه الدوري الممتاز من خلال حديثك ان الفوارق الكبيره الموجوده ما بين الهلال والمريخ هي لا تساعد الانديه اصلا على الذهاب بعيدا في البطوله الافريقيه، لانها تعطي نتائج خادعه ومستويات خادعه للاعبين. يعني ما الحل إذن الآن بالنسبة لكرة القدم السوداني، خاصة أنه الهلال والمريخ كل موسم يجففون هذه الأندية من أفضل عناصر؟ أنا كنت تكلمت في هذا الموضوع من وقت بعيد جدا. المفروض أنك الآن لا الجماهير ولا الصحافة لا الهلال ولا المريخ ما يضغطوا على هذه الأندية من أجل الألقاب، يعني على الأقل في سنة ولا سنتين، والتوجه إلى تكوين لاعبين على الاقل، حتى لو ما عندك يعني تكوين لاعبين من الصغر، ممكن تكون هاد اللاعبين كما قلت يعني تديهم شخصيه بتاع البطل او شخصيه بتاع الالقاب اللي هما متواجد معك، وتحافظ عليهم على مدى بعيد جدا. وحتى المحترفين اللي تجيب ممكن تدخل في استثمارات، مثلا تجيب 4 لعيبه، ممكن 2 من اجل انك تبيعهم وتستثمر فيهم، وفي نفس الوقت 2 ممكن تبحث بهم بالقاب يعني محليه، وبعد ذاك تبدا تفتش على 3 سنه او 4 سنه زي ما بيعملوا اي نادي، بعد ذاك تلعب على الالقاب البعيده. هل ممكن جمهور نصبر على ثقافه المشروع؟ هذا هو المشكله. يتقبل لا انت لو موسم خروج من شوف الدور الاول في ظل يعني يضحي بموسمين 3 من عمر الفريق من اجل ان ينضج هذا المشروع ويعطي نتائج زي ما طيب عملت انديه طيب كبيره. ليه 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 الهلال والمريخ؟ ليه الهلال والمريخ؟ مش الناس كلها بتتكلم على بان الكونفدراليه هي يعني كاس يعني عادي او كاس يعني ما قوي، ليه ما يتوجه المريخ والهلال كاس الكونفدراليه؟ باللاعبين الحاليين، وفي نفس الوقت هاد اللاعبين لو استمروا معك سنه وانت لعبت نصف نهائي او وصلت حتى النهائي وصعدت من المجموعات بنفس اللاعبين سنه ولا سنتين وانت تلعب الان، انا اديك مثال بسيط من نهضه بركان. نهضه نعم. بركان الان مرتين بتفوز باللقب، حتلاحظ بان السنوات القادمه بركان حيبدا يبحث على العصبه، وبالتالي حتبدا تلقاه سنتين ولا 3 سنوات هو في المجموعات ما حيكون طالب انه يفوز باللقب، لكن 4 سنة حتلقاه بيبدا يلعب على اللقب زي ما عمل في الكونفدراليه، لان الكونفدراليه في الاول بدا يقسم الادوار الاولى، وبالتالي ليه مثلا المريخ او الهلال ليه يتوجهوا مثلا يتوجهوا ويبحثوا على اللقب في الكونفدراليه؟ بعد ما تكسب لاعبك كيف يفوز في المباريات القويه او يعني يفوز بلقب، هنا تديه الشخصيه بتاع البطل وتجهزه للسنه اللي وراها انه ممكن يلعب لك على العصبه، ولكن ما تضغط عليه لا انت كاداره ولا كجهاز فني على اللاعب، وفي نفس الوقت لا حتى الصحافه بالنسبه والجمهور. جمهور هي الصحافه هي المسؤوله، الصحافه الورقيه تحديدا هي المسؤوله عن التعامل مع بطوله الكونفدراليه كانها بطوله ضعيفه، بطوله ليست لها قيمه، فعلا. يعني ودي مشكله كبيره جدا. شوف فرحه الانديه لما تفوز بالكونفدراليه، ودي الظاهره السودانيه بحته بالمناسبه كابتن خالد، لان الطموح طموح عالي جدا عند الصحافه
ولا الجماهير. انا ما بلوم الجمهور، الجمهور ما بلوم، لان الجمهور حقه ان يقول اي حاجه، لان كل واحد من الجمهور بيشوف فريقه كيف، صحيح. بيشوف اللاعب كيف، نعم. وعنده رؤيه بهذا اللاعب ولا هذا اللاعب. وبالتالي انا شخصيا دائما حتى لما بكون بدرب لاعبين بقول لهم حتى لو لاحظتوا بان في استغراب من الجمهور ليكم، نعم. كلاعبين ما تزعلوا قدر، نعم. ان ممكن من انا كجهاز فني لو انتقدتكم ممكن تاخذوها بعين الاعتبار، او مثلا، نعم. صحفي رياضي، بتكلم صحفي رياضي اللي مختص، صحيح. في العالم الرياضي، يعني هذا ممكن انه ينتقدني، ممكن اسمع كلامه واشوف اخطائي هون. لكن جمهور المفروض انك تتعامل معه، لان الجمهور في الاول والاخير لو فزت بلقب، فزت بمباراه، بغض النظر على ادائك، بغض النظر على يعني انت من، بيجي بيسلم عليك وبيشجعك. لو، نعم. لو نفس المشجع ممكن يكون حتى شتمك، أيوة. بعد تسجل هدف او تفوز ببطوله، هو نفسه حينزل ويشيلك في راسه ويلف بك، لانه هو جمهور بالعاطفه فقط، بيشتغل بالعاطفه. لكن يعني انت كاداره ولا كصحافه المفروض انك تكون عندك بعد نظر ورؤيه مستقبليه، صحيح. احسن واكثر من الجماهير. طيب بمناسبه الحديث عن نهضه بركان، يعني فلوران امبينجي المدرب الكونغولي الان واضح انه المدرسه الافريقيه فرضت نفسها، بيتسو موسيماني مع الاهلي، بينجي الان لقب افريقي مع النهضه، لامين دايم يكسر الدنيا في غينيا، واضح تماما الان انه المدرسه الافريقيه يعني بدات تحصل على ثقه كبيره. اليو سي سي مع منتخب السنغال، فعلا. يعني نعيش الان بالماضي مع الجزائر، صحيح. عصر المدرب الافريقي. هو شوف ممكن كان حتى المدرب نهضه بركان في لحظه من اللحظات كان يعني قريب انه تم الاستغناء عليه، نعم. لكن الرؤيه الجيده للاداره كانت يعني صائبه، وفعلا، صحيح. صبرت على ودائما كان عدم ثقه في المدرب الافريقي لعدم تكوينه بشكل جيد، كما نتكلم على اللاعب، فما كانت عنده، نعم. يعني الشخصيه بتاع البطل ولا بتاع الالقاب، في نفس الوقت كان يعني تلقاه يعني بيلعب في الدوري الافريقي فقط، ما طلع يعني بيلعب في دوريات اوروبيه. لكن لما تم تكوين هاد المدربين، لما تم يعني فتح المجال بتاع كما قلت يعني التكوين على المستوى الافريقي وعلى المستوى الاوروبي، هاد اللاعبين او المدربين لما كانوا لاعبين اصبحوا الان مدربين، يعني بداوا يفهموا الواقع، حتى يعني لغتهم او حتى شخصيتهم تغيرت، يعني ما بقى ذاك الافريقي المدرب، صحيح. الافريقي تلقاه يعني خجول او افريقي، صحيح. لا ما واثق في نفسه فعلا الان لو شفته، نعم. بالماضي ما يعني او شفته متسماني يعني، صحيح. تحس بانه مدرب سي. يعني ما بقى ذاك الرؤيه الافريقي ويورجن كلوب وينتقد اوروبا كلها، يعني. الصوره، نعم. انعكست حتى على اللاعب، بدل اللاعب يثق في مين، يثق في المدرب الافريقي. مثلا كنت تجيب مدرب اوروبي، اللاعب تلقاه يعمل اي حاجه من اجل انه يظهر على مستوى، صحيح. عالي. لكن الان بدل الافريقي لما يجي حتى اللاعب لما يشوف هذا المدرب باسم، سيماني كان مع سان داونز يعني كسر كما قلت الدنيا، ثاني لما جاء الاهلي، والاهلي ده فريق يعني القرن، يعني نادي القرن، وبالتالي اللاعبين بداوا يعني يحترموا هذا المدرب، فهذا الرؤيه تغيرت لا باللاعبين ولا الجمهور ولا حتى المسيرين. وفعلا فعلا كلامك صح، الان هنشوف يعني مدربين افارقه حتى في اوروبا، لان الدوري الفرنسي الان اصبح، صحيح. يعني اصبح في الاقسام بتاعه بدا حتى المدربين يعني اصحاب البشره السمراء الان حديث كبير يظهرون. في انجلترا عن باتريك فييرا النجم الفرنسي مع كريستال بالاس، عامل نتائج متميزه جدا، ابقى الفريق في الدوري الممتاز ونتائج كبيره امام الانديه الكبيره، مدربين مثل بيبي غوارديولا وما الى ذلك. هل كان هناك تجربه هنا في السودان مع لامين انجاي مدرب السنغالي، وبدات يعني بدا يظهر الهلال بشكل جيد، ولكن لم يكتب للتجربه النجاح؟ هل ممكن المدرب الافريقي القادم من افريقيا السمراء، يعني كان لدينا كثير من التجارب مع مدربي شمال افريقيا، ولكن هل ممكن ان ينجح؟ هل ممكن اكون قادر على تفهم عقليه اللاعب السوداني وقيادته للنجاح؟ انا لان تكلمنا على المدرب الافريقي، لكن انا بين قوسين مدرب كيف ما يكون الحال من اي بلد، المدرب اللي عنده شخصيته يعني وتكوينه كويس، يعني بيعرف الدوري اللي هو بيشتغل فيه بيأدي يعني، وحتى الإدارة لما يلقاك كإدارة، لأنه ممكن يجيب مدربين مستوى عالي، إدارة فاشلة أو صحافة فاشلة أو حتى لاعبين فاشلين ما يعمل أي حاجة. فأنا دائما أقول ممكن، لأن تكلمنا على المدرب الإفريقي، دائما أقول يعني المشكل ليس في إفريقي ولا أوروبي ولا بشرة، ولا المشكل في شخصية المدرب اللي يجي للمكان المناسب، نعم. أين كانت مهنيته، نعم، ومهنيته وضميره في الشغل، لأن في مدربين بيجوا لأشياء معينة. في كنا احنا لاحظنا يعني، انا اشتغلت في الدوري السوداني، يعني شفنا في مدربين جاوا من اجل اسم فقط، صحيح. جاوا دربوا، نعم. شهر شهرين مشوا، في مدربين عايزين هلال المريخ بس في السي في، فعلا. وفي، صحيح. اللي اخذ قروش ومشى، نعم. ما عمل اي حاجه ولا حتى علم يعني اللاعب مثلا، اوكي، هي بين قوسين المفروض انك ما تعلم لاعب في الدوري الممتاز او في الكبار مثلا طريقه انه يعكس مثلا كره او يراوغ، لكن ما وراهم اي حاجه، شال ما نقول يعني قروش اسم ومشى. فبغض النظر على جنسيه او شكل او دين أو المدرب لشخصيته قوية، مدرب اللي داير يشتغل بمهنية وضمير ممكن يوصل أي نادي.
بشرط انه يلقى الاجواء، اداره جيده ولاعبين جيدين وفكر جيد. طيب خلينا نمشي للمنتخب كابتن خالد هيدان، اكيد يعني تابعت المنتخب، النتائج كانت مخيبه في البطوله العربيه، بعد ذلك يعني اقصاء عدد من اللاعبين والجهاز الفني، تعيين جهاز فني وطني بقياده كابتن برهان وكابتن محسن، حضور نوعا ما كان جيد عطفا على مستوى شكل الاداء بالنسبه للاعبين ليست لديهم الخبره الكبيره. الان يتواصل هذا المشروع والمنتخب السعد لبدايه تصفيات كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار 2023 بمباراه خارج الارض امام موريتانيا ومباراه داخل الارض امام جمهوريه الكونغو. يعني كيف تنظر لمنتخبنا الوطني والعناصر الموجوده فيه حاليا، الى اي مدى هو قادر على تكرار ذات النجاح والتاهل عن هذه المجموعه الصعبه لنهايه الافريقيه؟ وفعلا يعني المنتخب لم يظهر بشكل جيد، لكن كبر الطموح. يعني لما شفنا ان السودان يقصي غانا، يقصي جنوب افريقيا، بدينا نتكلم على منتخب قوي، منتخب حيكسر الدنيا، حيعمل حمل، في حين اننا نسينا بان يعني المنتخب المفروض انه يعني يمشي بخطوه. اوكي حصلت نكسه، هذا شيء عادي حصلت، مادام غانا ولا جنوب افريقيا ولا انديه، يعني الان الجزائر لم تاهل كاس العالم صحيح، ولا حتى مصر، يعني بيجي نكسه، لكن كيف ننهض من هذه النكسه بعد ما كنا يعني بدينا نتعافى وبدينا حتى يعني نحس بان المنتخب السوداني بدا يجد يعني الرجل بتاعه في المنتخبات الافريقيه، ولغايه الان يعني اقصاء لهذه المنتخبات فهو شيء جيد. الان ثوره جديده، يعني شفنا يعني المدربين الوطنيين تعطاتهم الفرصه وهذا شيء جيد، شفنا يعني هناك عمل، يعني للامانه هناك شفنا يعني نوع من يعني الحركه، يعني حاسين بان في حركه بالنسبه للمنتخب وهذا شيء جيد. نتمنى اننا في هذه الفتره اننا نكون بنائين اكثر من هدامين، بغض النظر على برهان تيا ولا على محسن سيد، بغض النظر عن يعني انجازاتهم ولا اسمائهم ولا اي حاجه صحيح. الان ما دام هما على راس يعني القائمه، من المفروض انهم هم يعني يتم يعني دعمهم ويتم يعني مساندتهم ما يعني بتدخل في شغلهم، يعني ما داير فلان ولا فلان يلعب، لا نخليو الناس نوفر لهم ظروف ونخليهم يشتغلوا، لو نجحوا اذا يعني هذا هو المتعه، وبالتالي ممكن نمشي بشكل جيد. ما نجحوا يعني تجربه فشلت، نبدا تجربه ثانيه. فانا اقول بان نتمنى ان يتم مسانده يعني الجهاز الفني الحالي من اجل انه يعني يقدم يعني شيء يعني الكرة القدم السودانية. نعم. طيب يعني ما الذي يجب أن تقوم به الأندية الكبيرة؟ الآن الأندية الكبيرة لديها عدد من اللاعبين صغار السن، والبعض يتحدث أنه حتى يصبح المنتخب قادر على تحقيق نتائج إيجابية يجب أن تكون هناك ثقافات مختلفة للاعبين. هناك تجربة الآن من أجل جلب بعض اللاعبين الذين يلعبون في الخارج، ولكن للأسف هم يلعبون لأندية صغيرة وأندية هوا وما إلى ذلك، رغم أنه بعض التجارب نجحت مثل عمار طيفور، ولكن حديث الآن أنه يجب أن يخرج اللاعب من هنا من السودان، لاعبين أعمارهم صغيرة في السن في هلال المريخ، يجب أن توافق هذه الأندية على أن يخوضوا تجارب احتراف خارجية خاصة مع بعض العروض التي تأتي. يعني ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به هذه الأندية، وما هو الدور المفترض من اللاعب، ولماذا معظم تجارب اللاعبين السودانيين لا أريد أن أقول فاشل ولكنها خجولة، بداية قوية وبعد ذلك دكة البدلاء ومن ثم العودة من جديد لهلال المريخ؟ هو السؤال كذا في شقين يعني. نعم. للأمانة يعني أنك المفروض أنك تتكلم على حاجتين. أول حاجة اللاعب اللي هتستقطبه من برا، هذا موضوع قوي جدا وصعب أن تتكلم فيه يعني بإيجاز. ليه؟ لأن هذا يعني من بين المشاكل اللي تعيشها يعني كرة القدم في شمال إفريقيا، خصوصا في المغرب والجزائر ونوعا ما تونس، قليل تونس، لكن المغرب والجزائر بيعيشوا هذا الموضوع على مر العصور او مر يعني السنين اللي توجدت فيها يعني كرة القدم في المغرب، كان دائما الصراع ما بين اللاعب اللي يلعب في اوروبا واللاعب المحلي، في حين ان كان يعني لاعبين على مستوى عالي جدا ويعني ما استطاعوا ان يثبتوا انفسهم صحيح. لان كان دائما الاولويه اللاعب، مشكله عبد الرزاق حمد الله في معسكر المغرب يمكن ابرز مثال الان، حتى زياش وحتى في لاعبين في الدوري، يعني في الدوري المغربي على مستوى عالي، فكيف تقبل هاد اللاعبين انهم يجوا هنا؟ يعني هذا مشكل بالنسبه للدوري السوداني، بغض النظر بيلعب اين او مستواه عالي او مستوى ما عالي، كيف انه ممكن تجي مشكل اللاعب؟ بالنسبه للاعب نعم، هو المحلي اللي بيلعب في الدوري الوطني ممكن يكون ما عنده عدم تقبل، فعلا بتحصل حصلت لنا احنا في المنتخبات، حصلت لنا وشخصيا يعني حصلت لي، كيف تتعامل يعني الاداره تتعامل مع اللاعب اللي يجي من اوروبا واللاعب المحلي. نعم. فهنا بيكون نوع من التمييز يعني بالنسبه لهذا اللاعب.
هو ممكن يديك حافز انك تجتهد اكثر، لكن لما تحس بان يعني انه يعني ما في فرصه خلاص يعني تحبط، فبتفكر في حاجه ثانيه في الاحتراف من اجل انك ترجع من الباب يعني الخارج وباب باب قوي. الشق الثاني هو مستوى هاد اللاعبين الذين يلعبون في اوروبا او يلعبون في الدوريات الخارجيه بالنسبه للسودانيين، هل مستواهم يعني يخولهم انك تجلس لاعب من الدوري السوداني ويلعبه؟ فهذا في نوع من المشكل. الجزء الثاني من السؤال بتاعك بالنسبه الاحتراف بالنسبه للاعب السوداني، صدقني بان هذا مشكل ما في السودان فقط. يعني الان لو تيجي تحسب، انا دائما اتكلم على الدوري المغربي، لو جيت تحسب عدد اللاعبين اللي السنه اللي فاتت يعني تخرجوا من او حتى من الجزائر ولا من تونس، تخرجوا من الدوري المحلي الى اوروبا، ما عدد قليل. اللهم اذا استثنينا بعض اللاعبين اللي تكونوا في اكاديميات، فصعب انك تاخذ لاعب يعني انا اقول هاوي بالنسبه للدوري السوداني انه هاوي ويمشي ويلعب في بطوله. انا ما اتكلم على الدوري المغربي ولا الدوري الجزائري، اتكلم على الدوريات الاوروبيه. صعب انك توديه تلعب يعني في دوري اوروبي تمارين يعني صباح وسط النهار بالليل تمارين خاصه، عادي ممكن اللاعب يعني يعمل 4 تمارين في اليوم، فهل هذا اللاعب يتقبل؟ هل بدنيا يعني يستطيع انه يعني يلعب في هذا يعني يتمرن في كل هذه الحصص؟ هل من ناحية نفسية أو من ناحية شخصية اللاعب هل ممكن أن يلعب أمام جماهير يعني الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الإسبانية؟ نعم. هل ممكن أنه هو في بعض اللاعبين الموهوبين كابتن خالد هنا في السودان جماهير هلال مريخ ما بيقدروا يلعبوا أمامهم، بيفشلوا بيتمشطبوا فعلا، رغم من أبرز المواهب والقصص كثيرة هنا في السودان. هنا حنرجع ثاني لنفس الأسطوانة بتاع أن المفروض أن تكون أكاديميات، وهذه الأكاديميات ممكن أن يعني تبيع لاعبين فترة معايشة 14 12 سنة تبيعهم لأوروبا أو توديهم لأوروبا، تبحث لهم على أندية هناك من أجل أن يطوروا نفسهم وممكن تستفيد. الخطوة هذه الآن يعني قام بها رئيس نادي الهلال ورئيس لجنة التطبيع بنادي الهلال هشام الصوباط بتوقيع شراكه مع نادي برشلونه الاسباني برعايه السفير الاسباني هنا في الخرطوم، فتره معايشه للاعبي فريق الشباب في اكاديميه برشلونه. الى اي مدى هذه الخطوه تعد خطوه في الطريق الصحيح؟ لا، هي خطوه جيده جدا فعلا، يعني ممكن ان اللاعب يستفيد منها، لكن هل ستستمر؟ هل هاد اللاعبين بعد برشلونه هيعملوا شنو؟ مثال بسيط ثاني وصغير، لاعبي انا ممكن لانني خلاص كما تقول انا عفوا انا سوداني، وينهم اطفال اجيال ولا جيل ولا جيم نادي جيم, جيم. اين هم الان؟ ولا شفنا اي واحد منهم الان يعني يلعب يعني في الدوري يعني لو تم الاهتمام بهذا اللاعب. في اهلي شندي واحد الان في الهلال فعلا، يعني المفروض ان يكونوا اكثر. وينهم الان؟ يعني وين لو مشيت لبور السودان اكاديميات على مستوى يعني دائي تلقى اكاديميات، وين اللعيبه بتاع بور السودان؟ وين اللاعبين بتاع الاكاديميات هنا؟ هي فكرة محترمة، فكرة جميلة جدا وقوية، لكن دايرة كما نقول يعني استمرارية، دايرة متابعة، دايرة هاد اللاعبين اللي يمشوا يستغل هذه الفرصة هذه ونرجعهم للدوري نديهم وديهم ثاني، لما لا ممكن يعني اشراكهم يعني في اكاديميات او هناك في الدوريات في اوروبا. ان شاء الله نتمنى ان يكون هناك تخطيط سليم لكرة القدم السوداني حتى تسير على الطريق الصحيح. كابتن خالد هيدان المدير الفني لنادي شرطة القضارف، اشكرك لك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم في قناة البلد، شرفتنا ونورتنا. شكرا لك اخي محمد الخير وشكرا للمشاهدين الكرام. نطلع فاصل وبعد الفاصل نستقبل الاستاذ احمد بشير نائب رئيس تنظيم فجر الغد، وذلك لابداء بعض الملاحظات حول النظام الاساسي لنادي الهلال، ابقوا معنا.